قصة عباس خان الطبيب البريطاني المختص في طب العظام والذي سافر إلى سوريا عن طريق تركيا بغية تقديم الإعانة للسوريين الذين هم في حرب. تم القبض عليه من قبل القوات النظامية السورية يومين بعد دخوله الأراضي السورية بتهمة عدم حصوله على رخصة الدخول، ليتم الزج به في السجن قرابة سنة، ليبعث بعدها برسالة إلى أهله يبشرهم فيها بقرابة خروجه والتقائه بعائلته التي اشتاقته واشتاقها، لكن تتفاجأ العائلة بانتحاره في زنزانته. لذا نحن بمتشم جنوب لندن لزيارة أهله للتحري عن هذه القصة، فاتبعونا. السيدة فاطمة أم عباس عانت الأمرين طيلة فترة سجن الدكتور، فقد نزل الخبر على مسامعها كالصاعقة، فسافرت رفقة ابنتها إلى لبنان أين أودعت طلب الحصول على تأشيرة في سفارة سوريا، ولم تحصل على الرد إلا بعد 3 أشهر. كان حبوبا وعطوفا حتى أنه كان يفض النزاعات العائلية، وهو الذي كان يقدم الهدايا والزهور لكل فرد في مختلف المناسبات. لقد كان رائعا. رسل زوجته وبشرها بقدومه بعد يومين، ولما أبطأ قلقت وكلمتني بشأنه لنكتشف وعبر قناة تلفزيونية أنه تم القبض عليه في سوريا لينقلب مزاجي، وارتعشت لأني علمت أنهم سيقتلونه فهم أشرار. She said there is in news in press TV that Indian doctor arrested. I was shaking and I say in this old age I can't see my son's funeral because if they arrest, you know, they are killing people, they are ruthless people. اعتقل الدكتور عباس خان 32 سنة والأب لطفلين في حاجز أمني بحلب بعيد يومين من دخوله الأراضي السورية، أين كان يعالج جرحى مدنيين في مستشفى ميداني بالمنطقة. وفي شهر جويليا استقبلت مكالمة تعلمني أني تحصلت على تأشيرة الدخول إلى سوريا، فطرت لتوي إلى بيروت ثم انتقلت برا إلى دمشق. نعم، هذه هي التهمة الوحيدة، أما باقي التهم فهي ملفقة، وقضية أنه كان يساعد الفصائل المقاتلة فهي ملفقة أيضا. لا، هو يحب تقديم يد المساعدة وفقط، خصوصا وأن زوجته مصرية، فكان يزور مصر بانتظام وذهب إلى البقاع المقدسة في عمرة وزيارة أهلي هناك، والتحق بسوريا من باب المساعدة الإنسانية وليس له علاقة بالتطرف. عودتهم على طبخ الديك الرومي وعشاء كبير في أعياد الميلاد، فكان ابني يحضر زوجته وأبنائه ويقدم الهدايا للجميع. نعم، بالتأكيد، فحتى جورج جلوي وفيصل مقداد أعطونا المواثيق أنه سيكون حاضراً، حتى عباس كتب لي رسالة أعرب عن رغبته الشديدة في حضور حفلة العيد مع العائلة في بريطانيا. وفي 16 من ديسمبر كلموني وقالوا إن لديهم أخبار سارة وعليك الحضور لاستلام ابنك. فكنت جد فرحة وأسرعت إلى هناك، أنا التي اعتدت الذهاب في كل يوم ما عدا ذلك اليوم، وازدادت استفساراتي عن أسباب نقله من السجن إلى مركز استخبارات بدمشق أين احتفظوا به لمدة يومين ليقتلوه يوم الاثنين.
And Monday morning they decide to kill him and they killed him. When I received a call on Monday that come and take your son, I went there and one security guard with a pistol. فعند وصولي اقترب مني حارس وهو يلوح بسلاحه في محاولة يائسة لإخافتي، فكنت أوزع الشوكولاتة على الحراس والعاملين هناك، وهؤلاء الحيوانات كانوا يأكلونها ويشربون الشاي. واقتدوني إلى غرفة أخرى دون أن يردوا على أسئلتي، إلا أن جاء شخص آخر يحسن اللغة الإنجليزية وفاجأني بتقديم التعازي وقال إنه انتحر. وأنه قام بتناول فطوره كاملا في السابعة ليجده الحراس مشنوقا بمنامته. فقلت هذا غير صحيح، فقال بلى، استيقظ باكرا وتناول فطوره كاملا لأعود بعدها لأجد زبدا يخرج من فمه، وأنا أعلم أنها علامات تسمم وليس انتحار أو شنق. وفي إحدى الرسائل التي بعث بها الدكتور عباس في 9 ديسمبر، أي قبل أسبوع من وفاته، كان جد متخوفا من القرارات التي ستخرج بها محكمة دمشق، وكان يوصي أمه أن تكف عن إهدار الأموال على حراس السجن لأنه متأكد أنهم لن يطلقوا سراحه. وفيما كتب لزوجته المصرية ما يلي: السلام عليكم يا حبيبتي، أحبك يا قلبي، الطقس بارد هنا، كيف هو الحال في لندن؟ أرجو أن تلبسي الأطفال قفازات وطاقية دافئة. أنت لا تريدين أن تخبريني عن أسباب القرار، يجب أن أفكر فيها، هذه منطقة سيئة جدا. الرجاء أن تركبي قفلين زيادة على الباب ولا تفتحي الباب لأحد. هذا القرار سيرجع إليك في المستقبل، اصبري قليلا ستفهمين. أنا آسف، أنا مكتئب الآن، أحبكم كثيرا، في حفظي وأمان الله. ما الذي جعلكم تظنون أنهم تم قتله من قبل السوريين؟ because he was a Britisher. لأنه كان بريطاني، فقد كانوا يظنون أنه هندي لأنهم رأوني أرتدي ساري، ولأن الهند لها علاقات طيبة مع سوريا، ولهذا حولوه إلى سجن عدرا. وبما أن الإعلام البريطاني أبرز قضيته، اتضح لهم أنه بريطاني، فقرروا عدم الإفراج عنه لأن البريطانيون هم من تسببوا في مشاكل سوريا حسب اعتقادهم. ففي 16 من ديسمبر كلمت مكتب بثينة شعبان، فرد علي السكرتير نزار كبابة، فقلت له إن ابني قتل، فقال نعم نحن على علم لأننا نحن الذين قتلناه، اذهبي إلى بلدك وقولي لحكومتك البريطانية لا تبعثوا لنا بمواطنيكم لأننا سنقتلهم جميعا. فقلت لماذا لا تقولونها علنا؟ لماذا تتهمونه بالانتحار إذن؟ فأي حكومة هذه التي لا تقوى على قول الحقيقة؟ ما هو الموقف، موقف الحكومة البريطانية يعني قبل أن يتم اغتياله كما تظنون؟ In the beginning we didn't want to go to British media, we thought that you know they will kill my son. في البداية لم نرد التعامل مع الحكومة البريطانية خوفا من أن يقتلوا ابني، لكننا اتصلنا بالصحافة البريطانية لإعداد لجنة تقوم بالدفاع عن عباس، ولكن الإعلام لعب دورا دنيئا، خاصة ديلي ميل التي كتبت أشياء أن نبتهم عليها مباشرة، وقلت إنهم سيقتلونه. ولكن وحسب السيدة فاطمة فإن إيان غالاغار هو من أفسد عليها خطتها لإنقاذ ابنها بنشره مقالا استفزازيا محرفا في صحيفة الديلي ميل، حيث وصف نظام الأسد بالبلطجية ونسب الأقوال إلى الأم.
أظنه لو كان هنديا لكانت الحكومة الهندية وقفت معنا، أو إن كان أبيض البشرة لكانت الحكومة البريطانية وقفت معنا. قتل ابني لأنه ضمن الأقليات المستضعفة، بريطاني مسلم وهندي مسلم. لم أحصل على أي مساعدة، ففي دمشق كنت أتساءل عن هويتي، ألست أما لبشر؟ Did they say how they did hang himself or the? They say he hang from his pajama. What pajama? It's 2 foot. It's torn pajamas. They give all. نعم، ذكروا أنه استعمل منامته الرثة. نعم، هم يعاملون المساجين بقساوة، فرأيتهم يربطونهم كلهم بسلسلة واحدة تقطع أيديهم ويجلسونهم لستة أو سبعة ساعات دون حتى تقديم الماء لهم. They don't care. 5-6 of us, they sit there, they don't give them water even. فكيف لأي شخص أن ينتحر في منامته؟ هذا مستحيل. The sewing where you join, it opens. Nobody can hang anybody with the pajamas. I can assure you that. It's people's love, and you know, some people they lost their sons, so they are writing as well. So. But there was no need to kill my son. لم يكن هناك أي داع لقتل ابني. لماذا لم يسجنوه مدة 5 سنوات مثلا؟ لماذا غيروا رأيهم؟ وزارة الخارجية وفيصل مقداد وناجم أحمد كانوا موافقون على إطلاق سراحه، حتى مكتب الرئيس الأسد قالوا إنهم سيفرجون عنه. فمن ذا الذي قتل ابني؟ علي مملوكي هو مجرم، هو أخطر من هتلر، فهو يقتل للاستمتاع. هذا عباس وهو معي في الثلج. لم يكن يسمح له بالكتابة في سجن فرع فلسطين، ولم يكن يسمح له باستعمال الحمام إلا مرتين في اليوم، وإن طلب الوضوء للصلاة فيشبعونه ضربا. هذا إذن ما تحول إليه ابني لما قابلته، وقال إن هذه صورة جيدة بالمقارنة. إصرار السيدة فاطمة والدة الدكتور عباس ودبلوماسيتها وتقديمها الهدايا والعطايا لمسؤولين أمنيين ساعدوها على تحويله إلى سجن دمشق، أين خف عنه العذاب واسترد عافيته تدريجيا. They kept worse than animals, and another 100,000 people are there. But they do torture, they kill people. My son witnessed many people die in torture. وسجن بفرع فلسطين المعروف باسم سجن القبور، أين تلقى ألوانا من العذاب، حيث أن أمه لم تتعرف عليه حين قابلته هناك بعد رحلة بحث دامت 6 أشهر، وأصبح وزنه 32 كيلوغرام ولا يقوى حتى على الوقوف. فهل هناك ما يبرر قتل طبيب جراح واعتقاله طيلة 13 شهرا تحت التعذيب؟ ليس إلا The British government, I mean, well, they did for the... Nothing, apart from making my son's release difficult. They didn't do anything. They made my son's release difficult. They stopped my son to be released. الهيئة المكلفة كانت من المفروض أن تعقد في شهر سبتمبر 2013، إلا أنهم أخروها 4 أشهر وألحوا علي مرارا بعدم الذهاب وغيروا تاريخ الاجتماع 5 مرات. كان طفلا رائعا ومساعدا، وهذا ما جعله حسب رأيي يقطع الحدود التركية إلى سوريا. كان يريد تقديم يد المساعدة لهؤلاء الناس ليستمتعوا بحياتهم، فكلفه ذلك حياته. No.
لو كان يريد الانتحار لانتحر في فرع فلسطين المشؤوم وليس في دمشق. Nobody would commit suicide when he knew that in a few days he'll be home. He's going home, he's happy. And he want to forget everything, whatever happened. Why would he commit suicide? There's no reason. I did everything what I could do in Damascus. For 5 months I stayed there. So now there's an inquest going on. So what you expect? Naturally, I mean they are not stupid. They embalmed my son's body. لقد شرحوا جثة ابني وأظن أنهم أزاحوا كل ما يمكن توريطهم. ولكن أجزم أن هذا النظام لا يجب أن يظل قائما لأنهم ليس لديهم عقول للتفكير. فمن ذا الذي يمنح الحياة ومن هو الإرهابي؟ فإن لم يقدروا أن يفهموا هذا فلا يجب أن يكونوا في السلطة. ابني كان وبصفة قطعية عامل إغاثة إنسانية وقال لي مراراً: أمي أنا طبيب أساعد النساء والأطفال ولا أساعد الإرهابيين، فانظر ماذا فعلوا به. هنا بجنة السلام بمقبرة إلفوردا الإسلامية ينام الدكتور عباس خان الذي قتلته أيادي الغدر بتهمة تقديم يد المساعدة لجرحى مدنيين. فهل سيدفن ملف قضيته هو الآخر أو أن الجاني سيقدم للعدالة للمحاسبة؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام، وللحديث بقية.